كوره بجد هيطلع لنا لعيبه بحق وحقيقي يعني. ومن هو مقال كمان يعني اكثر من رائع للدكتور وحيد عبد المجيد على صفحات الاهرام. قبل ما ننتقل لحديث الكابتن محمود الخطيب عن حقوق الملكيه الفكريه وتعظيم الموارد والاستفاده وتعظيم الاستفاده بالعلامه التجاريه وتقديمها وتسويقها بافضل شكل طبعا في مقدمه الانديه اللي بتعمل ده في مصر بقالها سنوات النادي الاهلي، وربما يكون هو اللي بيقود الانديه المصريه في نجاحات ان شاء الله تتحقق في السنوات القادمه في هذا الاتجاه. هنبقى قليلا مع المقالات وإشارة إلى مقال أيضا طريف جدا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ مفيد فوزي على صفحات المصري اليوم، بيحكي حكاية زملكاوي في النادي الأهلي ويوم قضاء بدعوة كريمة من الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة. بيقول يوم بيتكلم عن تفاصيل كتير قوي عن تاريخ الرياضة وحبه للرياضة ولكن رفضه للتعصب، وبيقول إنه زملكاوي ولكن إنه استمتع وشعر بثقافة أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية، واستمتع بيوم كان يشعر بالأمان والطمأنينة وإنه قضى وقت أكثر من رائع كزملكاوي داخل النادي الأهلي وبصحبة أعضاء النادي الأهلي. وبيقول في النهاية أستاذ إبراهيم يعني بيصل إلى خلاصة هذا المقال، بيقول إن العنف والشغب والتعصب والتطرف وليد صحافة غير مسؤولة أو إعلام غير مسؤول هو المسبب لهذا الأمر، ولكنه ليس وليد أو مسؤولين غير مسؤولين. يعني ثلاث حاجات دول مع بعضهم هم اللي بيعمل ده. اللي قاله الأستاذ مفيد فوزي، الأستاذ مفيد أنا بعتقد إنه يعني هو بيسخر من 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 مما يحدث في الإعلام، وبيسخر من الناس اللي بتتكلم ده في بيتكلم. والأستاذ مفيد ده وراح حتى يعني أنا بقول لو هو راح برضه في نادي الزمالك كان برضه مش هيلاقي ناس، هو الأصل لا الزملكاوية الجنسية ولا الأهلاوية الجنسية، ده لازم هو ناس مصري، احنا مصريين. الفكره مين اللي عامل التعصب ومين اللي عامل الكلام ده كله؟ المواقف، مواقف غير مسؤوله من مسؤولين، اعلام انقسم بقى هو شيء اكتر من يعني بقى اكتر من هو التعصب ذات نفسه. فبقت المساله دي لان وجود التعصب ده في ناس مستفيده من وجود التعصب ده، وجود المستفيد انها في حرب، هي مش حرب، هي مش مثلا. انا طبعا انا بحيي الاستاذ مفيد على ده، قال جمله كمان في المقال ده حسب ما اتذكر، يعني المقال سطور مش قدامي دلوقتي بكلم حضرتك، بس متفقه تماما مع كل الحاجات اللي حضرتك بتنادي بيها طول الوقت. بيقول اتمنى في هذه المرحله من حياتي افكر في اننا بحاجه الى استوديو الوعي وليس استوديو التحليل الكروي، عشان شاف الاراء والتعصب والمبالغات والامور اللي خارجه عن اطار الروح الرياضيه. بيقول محتاجين نحدث حاله وعي حقيقي وادراك حقيقي للامور عند الناس. انت عارف يا محمد من الكوارث اللي بتتعمل في الاستديوهات الخبير التحكيمي، يعني انت بجايب واحد عشان في الاخر يطلع الحكم انه غلطان بصرف النظر احنا اتفقنا على ان اخطاء الحكام جزء من اللعبه، ما نعملش ما نولعش النار اكتر ما هي مولعه. خلاص انا بتكلم على لما يبقى في الدوري هنا والحاجات اللي هنا ده جزء. فهو الوعي دايما بنتكلم على الوعي، وانا بتمنى يعني المساله في الاخر ده ماتش كوره يا جماعه، احنا كلنا دلوقتي بنشوف الماتشات الاوروبيه، انت شوف بعد الماتش بيعمل يعني ايه خلاص. يعني انت شفت الماتش بتاع مثلا سيتي واليونايتد يعني ومدبحها في الملعب طول الماتش، وبعد ما خلصوا بيسقفوا على بعض وبيغيروا فرنته وبيعملوا الجمهور ده بيسقف، والجمهور الفرقه اليونايتد كان في ملعب اليونايتد بيسقف لفرقته. هو ما هي دي الرياضه، وهو ده اي نشاط تاني، حتى لو احنا حتى لو بنتنافس في اي نشاط تجاري او في اي نشاط تاني يا مش عداء. ليه احنا اللي عملنا الموضوع عداء؟ ليه ان احنا صورنا ان ده ابيض واسود؟ ليه خلاص ان ده يعني انت مش معايا تبقى ضد تبقى عدوي؟ ليه 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 عملنا حتى بيقول انه كان بيداعب بالامن على بوابه النادي الاهلي وهو داخل وبيسالوه عن الكارنيه، بيقولوا له اتفضل طبعا عارفين حضرتك اتفضل احنا بنهزر، فبيقول لهم ولا عشان انا زملكاوي؟ قالوا له يا استاذ مفيد ايا كان النادي اللي انت منتمي اليه مقامك محفوظ. وقال انه شعر بهذه الحفاوه لاستقباله والترحيب بيه داخل النادي الاهلي مع معرفه كل المحيطين بيه انه زملكاوي وانه من الناس اللي بتحب نادي الزمالك وبتشجع نادي الزمالك دائما ابدا وده معروف عنه، لكن انه شعر بحفاوه شديده لا تفرق بين يعني شخصية عامة مصرية وأخرى على أساس انتمائه للرياضة. أنا مش قادر أفهم أنت منتمي، أنت بتحب أصل أنت منتمي لنادي زي أنت بتحب مطرب معين وأنا بحب مطرب، مش معنى أنك بتحب ده أن احنا نبقى عداء، احنا ضد بعض. هي دي المسألة باختصار شديد. شعور ده عند الناس شيء طبيعي، ده لما بيروح في مجتمع زي النادي الأهلي بتاريخه بتاع شيء طبيعي أن هيشعر بده، شيء طبيعي جدا أن يكون ده المنطق وهو ده اللي موجود. انما الغير طبيعي بقى من يصير الحملات دي كلها. طب ما انا تعالى بقى النهارده كان هو بقى كان اتمنى من الاستاذ مفيد يشاور بقى مين اللي بيعمل ده، هو سبع عموميه ما قالش مين اللي بيصير اللي يعمل ده. ما انت لما يبقى في واحد مسؤول ويقول اي تصريح فيه نوع من انواع الاثاره واللي خدت بالك وتجسيد الكراهيه والكلام ده او فكره اكرس فكره التعصب ده
ده لازم حد يقول له ستوب تعالى انت بتعمل ايه. هي بتعمل ايه؟ هي مش كده، مش احنا مش عاملين رياضه عشان تقول كده. المسؤوليه هنا على كل الشخصيات العامه والقيادات في الوسط الرياضي طبعاً. والمسؤولين والصحفيين والاعلاميين عليهم يعني طبعا كبيرة. يعني حتى اول حتى انت لو شخصيه عامه مالكش دعوه بالرياضه بس بتحب نادي ما يقدرش هو لما بيطلع يتكلم اي حاجه يخلي باله حتى، لان هو لو قال اي حاجه فيها شبهه التعصب تبقى مصيبه سودة، هتتاخد هتبقى هو ده المقياس اللي بنقيس عليه لانه بيؤثر في الكثيرين. بيؤثر في دي فدي يعني انا يعني من ضمن ماتش الاهلي والزمالك اللي كان في الميه ده الريبروماتيزم لكل اللعيبه ده من احسن الحاجات اللي فيه السلوك اللي كان بين طيب اللعيبه كانوا روحهم يعني ده عملوا هم يعني عملوا حاجات كان نفسي يعني هو ضربوا درس ده. وحضرتك حتى قلت انا متعجب من الناس اللي مستغربه ان اللعيبه سلوكها مع بعض كويس كده كان ده استثناء، ده المفروض ان ده العادي يا جماعه وما دون ذلك هو اللي غلط. يعني حضرتك قلت ده الطبيعي. خلي بالك النهارده استاذ محمد امين في المصري اليوم النهارده او امبارح مش فاكر